اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. وصفات حلوه جدا لرمضان النهارده ان شاء الله وسهله جدا مش هتاخد معاكم وقت، وعاملين في الاخر الحلو كده بطريقه جديده شويه. اول وصفه هبتديها هستعمل جلاش حامل بارك تركي، نوع من الفطاير التركي بالحشوه البطاطس. يمكن احنا البطاطس غريبه علينا في مصر في الحشوه، يعني انا اكل عجينه او جلاش محشي بطاطس مختلف شويه عن اللي احنا بنعمله، بس صدقوني دي حلوه. يعني انا كل ما كنت بروح هناك واجي اكل ما اختارش ابدا حشوه البطاطس، بس فعلا لما جربتها الراجل فضل مصمم كل مره اروح ان لازم يدوقها لي، وفعلا بقيت مدمنها بعد كده. فحلو جدا وهيعجبكم جدا ان شاء الله. هستعمل لفه جلاش، وهستعمل 3 حبات بطاطس مسلوقين وههرسهم، معلقه حليب، معلقتين بقدونس، فلفل حراق زي ما انت عايزه، معلقتين زبده، ملح وفلفل ورشه كمون. الحشوه تاني 3 حبات بطاطس مسلوقه او مهروسه او مبشوره اللي انت عايزاه، معلقه حليب، معلقتين بقدونس، فلفل حراق زي ما انت عايزه، معلقتين زبده، ملح وفلفل ورشه كمون. دي الحشوه بتاعتي. الصوص بتاعي بضايه 3 معالق زيت ومعلقتين لبن حليب. يبقى الصوص بضايه 3 معالق زيت، معلقتين حليب، وطبعا للوش هرش جبنه موتزاريلا. وهستعمل لفه جلاش. هاجي اعمل ايه؟ اول حاجه هخلط المقادير بتاعتي بتاعت الحشوه، البطاطس، بقدونس، كمون، والفلفل الحراق. الفلفل الحراق ممكن تحطي قرن، تحطي قرنين، عايزه تحطي شطه، شطه عاديه مفيش مشكله. وبنخلطهم مع بعض. لسه هحط الزبده معاهم، لبن حليب. لو حسيتي ان هي ناشفه معاكي، هي بصوا المبشوره بتبقى افضل لانها بتبقى مفتفته اسهل، بس دي ماشي حل كده اهو. بعدين هحط معلقتين الزبده، ههرس الزبده معلش عشان اشتغل براحتي. عادي عادي كاننا في المطبخ اهو. بهرس الزبده بالشوكه مع الحشوه، هملحها شويه ملح وفلفل، وابتدي اعمل الصوص الاول قبل ما اشتغل في الجلاج. هحط بس ملح وفلفل. فلفل اسود وشويه ملح، ما تكتريش ملح، شويه صغيرين. بعدين هاجي للصوص بتاعي في بوله صغيره، وهجيب الفرشه وهعمل ايه؟ هضرب البضايه البداية مع الزيت، شوية زيت واللبن الحليب، وبالشوكة كانت في ايدي اهو. ده الصوص بتاعي اللي هستعمله في الوصفة دي. خلاص يبقى هنا اهو، ادي الصوص وادي الحشوه، وهبتدي بقى ايه اشتغل في الجلاش. هجيب الجلاش، طبعا الجلاش لازم نبقى مغطينه كويس عشان احنا اتفقنا ان هو بينشف بسرعه، فلازم نبقى مغطينه كويس عشان ما ينشفش مننا ويتفتت ونعرف نشتغل بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الجلاش تستني ان هو يفك تماما قبل ما تتعاملي معاه، ما ينفعش ان انت تبتدي تفك فيه. يا يوسف ايوه يا يوسف. الو الو
ايوه ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. بتصوم يا يوسف؟ ايه بتصوم؟ اه. عندك كام سنه؟ عندي 12. اه راجل ما شاء الله، عينيا ليك يا حبيبي. انت عارف ان النهارده معانا في الاخر عامله مسحراتي اسمه عم يوسف، عشان احنا مسحراتي بتاعنا كان عم يوسف. اتفرج عليه لغايه اخر حلقه عشان تشوف. قول لي عندك سؤال حبيبي. الو هاي يوسف، عايز طريقة عمل بيتزا. ايه حبيبي؟ عايز طريقة عمل بيتزا. ايه طريقة عمل البيتزا؟ عينيا من عينيا الاثنين، عينيا يا حبيبي. اوكي ميرسي يا يوسف ليك. دلوقتي ادي الصوص اللي انا عملته، هعمل بيه ورق جلاش، ورقتين ورقتين. بصوا هما هناك الجلاش بتاعهم كبير قوي وتخين غير بتاعنا. دي ادهن كويس، بعد كده هحط الحشوه بتاعتي، اعملها كده افرفطها فوق ال فوق الجلاش، بس ما تطلعيش بره. يعني ايه؟ خلي فيه حرف للجلاش. بعد كده هاجي اخد ورقتين تانيين. انا عايزه حتى الفه عشان خايفه بينشف بسرعه البرق، وبيتقطع ويتكسر بسرعه فظيعه. ادي هحط ورقه واحده الاول والف الباقي في الفوطه وانا بشتغل، وبعدين هدهنها برضو بالصوص. انا مش عايزه اقول لكم. واو استنى نجيب كلينكس بقى علشان ايه نمسح اللي وقع. البورك ده من الحاجات او الفطيره دي من الحاجات اللي الولاد بيحبوها جدا. يعني لو انا دلوقتي بس انا عملت امبارح علشان الحلقه، مش عايزه اقول لكم انا عملت اكسترا قد ايه علشان الولاد عندي يتسحروا بيه. ف اجي بجهز ورقتين كمان. انا هعمل رولايه واحده طبعا والباقي انت اعمليه بقى في البيت، انا مجهزاها اهو. هجيب برضو حشوه مش كتير يعني، لان في تحتها حشوه تاني، فخدي بالك من كده. فما تمليش الحشوه قوي فيه. الزبده لو في حتت هتلاقيها ساحت، فما تقلقيش منها. هاجي بقى الورقتين الاخرانيين، يعني انا حطيت ورقتين في النص، ورقه بعد كده ورقتين. امسح. انا خليته الاول يشرب البيض علشان انا لو مسحت على طول هلاقي البيض اتزحلق معايا للارض، فعلشان كده الكلينكس لما في حاجه تتدلق منك خليه عليه دقيقتين هيشرب الحاجه وتروحي مسحاه، لكن لو مسحتي على طول هلاقي البيض كله نزل عليا. يا ريهام الو. الو يا ريهام. الو ايوه حبيبتي معاكي. الو الو ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا قمر، ازيك حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله كويسه بس انا مش طيبه. وانت طيبه روحي، ايه الاخبار؟ الحمد لله. عينيا عايزه بس عايزه الكنافه بالمانجا. اوه عيني من عيني الاثنين. حاضر ان شاء الله نلحق النهارده نقول الحاجات اللي طلبت مننا. هاجي بقى الفه، ما تضغطيش قوي يعني ما تعصريهاش قوي، خليها كده اهي.
وبعدين بالسكينة المشرشرة بالراحة، حتى لو حتة اتفتفتت منك مش مشكلة، ما مش هتبان. حواليكي هنعمله ازاي؟ ممكن صينية يا احمد لو سمحت كده، احاول بس ان هو يكون كله نفس الارتفاع، يعني نفس العرض عشان يبقى نفس الارتفاع في الصينية. دي الاولانية خليها دلوقتي. كده وحاولي ان انت تدوريها. هقطعهم كلهم وهرصهم في الصينية، وبعدين هحط عليهم جبنة موتزاريلا. اوكي، يبقى انا لفيتهم، حطيت الاول ورقتين جلاش دهنتهم، حطيت الحشوة، حطيت ورقة جلاش دهنتها، حطيت الحشوة، بعد كده غطيتهم بورقتين ودهنتهم تاني يا نورهان، وبعد كده لفيته. يا نورهان، ها يا حبيبتي، الو يا نورهان، اوعى تكوني نورهان صاحبتي. كلمينا تاني يا ريت، ولا هي معانا لسه؟ مش معانا اهو. ادينا قطعناه، هنرش عليه الجبنه الموتزاريلا وهندخله الفرن يستوي. خدي بالك الجلاش بياخد فتره كويسه في الفرن، يعني ما بيطلعش على طول. هتعملي الفرن على 180 من تحت بس، وتسيبيه لغايه لما يستوي تماما، ولو محتاج شويه انه يتحط تحت الشوايه شغلي الشوايه عليه. خلاص، عايز تروح في الفاصل يا مجدي؟ غريبه، ما قلتليش اطلعي فاصل، يعني ايه تتحسب في ايه يا مجدي؟ ما قلتليش اطلعي فاصل. ايوه، حطينا الجبنه اهو. اوكي، هنطلع لفاصل، هطلع لفاصل وهرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. ده شكل البورك بعد ما طلع، بصوا دواير كده اهو. هتقولنا يا مجدي؟ ايوه اهو. صيام، معلش صيام اهو. شايفين اهو؟ عشان كده بقول لكم نقطعه حجم واحد علشان يبقى شكله في الاخر زي بعض. طعمه جميل جدا، حقيقي جميل جدا. خلاص، يبقى ده البورك التركي بحشوه البطاطس، من اشهر الحاجات اللي بتتباع هناك في المحلات. انتوا عارفين هناك محلات الفطاير دي في كل حته في الشارع، زي محلات الفول والطعميه عندنا، هي وهم عندهم الفطاير دي اللي هي بيسموها بورك. فدي من الحاجات المشهوره جدا جدا عند الشعب التركي. هنعمل السؤال دلوقتي، اه هنقول السؤال قبل ما نيجي نعمل الوصفه الثانيه. السؤال بتاعنا عباره عن ايه؟ ايه هو اصل البصاره؟ اصل البصاره يوناني ولا فرعوني ولا تركي؟ هنتكلم يا ريت ونختار اجابه من الاجابات، والجايزه ان شاء الله بكره هنعلن الفايز. لشركه هانز للاجهزه الكهربائيه، مقدمه لنا اجهزه كهربائيه كتير علشان نفوز بيها في رمضان، فاللي هيتصل ويقول الاجابه صح ممكن قوي يكون سعيد الحظ ويكسب الجايزه اللي من شركه هانز. هعمل دلوقتي شاورمة لحمه. امبارح عملنا شاورمة فراخ مختلفه، النهارده برضو هنعمل شاورمة لحمه مختلفه، هنعملها ورقه شاورمة زي ورقه اللحمه. طعمها حلو قوي وهتعجبكم جدا ان شاء الله، وسهله جدا. يعني في رمضان هحطها من بالليل اتبلها، وتاني يوم هحطها في الورقه في الفرن، مفيش اسهل من كده. خلاص، لان احنا النهارده كمان مجدي، احنا النهارده هنفطر مع الحاجه زينب. اوكي، بعد ما نعمل الشاورما هنقول لكم ايه الحاجه زينب. يبقى كيلو لحمه شرايح رفيعه، لحمه متقطعه شرايح، لحمه شاورما بتبقى من وش الفخده وبنقطعها شرايح. تلت كوبايه لبن رايب، بصلايه شرايح، معلقه بهارات كبيره، معلقه حبهان صغيره، معلقه فلفل اسود صغيره، تلت كوبايه خل، معلقه مستردة كبيره، معلقتين كاتشب، معلقه سكر. دي تتبيله الشاورما. عندي بقدونس، عندي طماطم مكعبات، عندي بصلايه مفرومه، عندي قطعه فحم للي يحب، يعني اللي يحب يعمل فحم في الشاورما زي ما عملنا لها امبارح فحم، ممكن يعمل فحم، بتبقى حلوه جدا برده بيه. هقول تاني المقادير: كيلو لحمه شرايح رفيعه، تلت كوبايه لبن رايب، بصله مفيش لبن رايب، حطي زبدية،
ما فيش مشكله. بصلايه شرايح، معلقه بهارات كبيره، معلقه حبهان صغيره، معلقه فلفل اسود صغيره، تلت كوبايه خل، معلقه مستردة، معلقتين كاتشب، معلقه سكر، بقدونس، ولغايه معلقه السكر التتبيله. هستعمل بقى بقدونس وطماطم مكعبات وبصلايه مفرومه وقطعه فحم. هستعمل ورق فويل وهستعمل ورق زبده او ورق شمع طبعا معاه. هعمل ايه؟ هتبل اول حاجه يا يوسف، النهارده يوم اليوسف الدولي ما شاء الله. يا يوسف ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبي، ازيك؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ انا تمام، انت ازيك؟ عندك كام سنه؟ انا عندي 12 سنه. ما شاء الله يا حبيبي، ها عينيا ليك يا يوسف. لا كنت بس بسلم على حضرتك. ميرسي يا حبيب قلبي، اتفرج بقى علينا الفصل الجاي عشان تشوف المسحرات يا عم يوسف، اوكي؟ ماشي. اوكي يا حبيبي. ميرسي ليك يا حبيبي. ادي اول حاجه الشاورما بتاعتي، عايزه بس سباتشولا عشان اقلب بيها. هحط عليها التتبيله يا ريت من قبلها بيوم، لو من قبلها بيوم بتطلع احلى كتير. والبصله الشرايح مش المفرومه. هحط عليها السكر، معلقه السكر والخل واللبن الرايب، وزي ما قلنا اللبن الرايب لو مش عندك استعملي زبدية، قلبيها مع الخل تفك واستعمليها. معلقه المستردة، وادي معلقتين كبار كاتشب. الكاتشب غير الطعم بيديها لون حلو قوي. وادي البهارات بتاعتي والحبهان والملح والفلفل. طبعا الشاورما من الحاجات اللي لازم وافضل كتير انها تتنقع من قبلها بيوم، لان طعم الخل بيخش جواها فبيديني طعم شاورما زي بتاعت بره. عشان ناس كتير بتقولي الشاورما ما بتطلعش طعمها زي بتاعت بره، لازم تبات في الخل. خلاص اهي بنقلبها وبنبيتها في التتبيله دي. خلاص تاني يوم قبل الفطار بساعه ساعتين كده هنجيب الفويل وهنحط عليه ورقه زبده. هوريكم بقى هنعمل ايه. هنجيب فويل وعليه ورقه زبده. دلوقتي ورق الزبده فيه منه تخين وجامد عشان ما يدوبش معايا من السوائل اللي تنزل من الشاورما، بس ده مهم جدا 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 علشان يعزل لي الايونات بتاعه الالومنيوم اللي هي الفويل اللي هتنزل في الاكل، بيمنعها انها تنزل في الاكل. احنا قلنا قبل كده الالومنيوم ده معدن خامل في درجه الحراره العاديه، لكن لما بيدخل في الفرن او بيلامس احماض زي الخل اللي احنا حاطينه والرايب بقى واملاح والحاجات دي كلها بيتفاعل مع الاكل. يعني هو مش بس داخل الفرن، ده داخل الفرن ومعاه تتبيله، فده كله هيخلي الالومنيوم ينزل اللي فيه كده اهو. واروح قافلاها كويس قوي ومدخلها الفرن. بدخلها الفرن بتاخد ساعه ساعه وربع حسب سن اللحمه، يعني لو اللحمه كبيره هتاخد لها وقت اكتر، لو اللحمه كندوز صغير مش هتاخد وقت خالص. وبعد ما بطلعها بعمل لها، لو تحبوا تعملوا لها فحمه بتحط لها فحمه، ما بنحطلهاش فحمه مفيش مشكله، الناس بتحب طعم الفحمه هتبقى الفحمه حلوه جدا معاها. وبعد كده عند التقديم بقى سي احمد، بصوا البصله الشرايح لسه باينه فيها دابت معاها، انا حطيت معاها بصلايه شايفين. هاجي بقى احط عليها طحينه، سلطه الطحينه. ما تكتريش لان الطحينه لما بتتقدم وبتفضل شويه عليها بتفرول كده. حطي بقيه الطحينه جنبها، اللي عايز يزود يزود. بعد كده ادي الطماطم والبصل المفروم. البصل بصوا يتعمل صغنن خالص عشان ما يبقاش طعمه باين قوي. وبعد كده بقدونس وبنقدم الشاورما. ادي ورقه الشاورما حلوه وزي الفل. إيه انا عايزه اقول لكم بقى حاجه، احنا كان كذا حد معانا. مين؟ اوكي يا فريده،
فريده دي صغننه ولا كبيره؟ يا فريده الو. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندك كام سنه؟ عندي 14 سنه. ما شاء الله عروسه حبيبي. عينيا ليك يا فريده. وطي التلفزيون لان التلفزيون هيخلي فيه ديلي في الصوت. عايزه اعرف ازاي طريقه عمل الصوبيا. الصوبيا عينيا الاثنين من عينيا يا حبيبه قلبي. يبقى هنقول الصوبيا ان شاء الله والبيتزا وكنافه بالمانجا اخر الحلقه. الحاجه زينب من الناس اللي فطرنا معانا، انا قلت لكم الاسبوع اللي فات ان احنا كل اسبوع هنفطر مع اسره مصريه. يعني كفكره جت للاسره بتاعه برنامج المطبخ ان احنا نفطر كل اسبوع مع حد. فالاسبوع ده احنا اخترنا الحاجه زينب. الحاجه زينب ولادها كبروا واتجوزوا وهي قاعده لوحدها، ففكرنا ان احنا نشاركها في الفطار بتاع رمضان عشان ما تفطرش لوحدها. انتوا عارفين ان ده شهر رحمه وشهر موده، فنفطر مع بعض. رحنا فطرنا مع الحاجه زينب وهنشوف دلوقتي التقرير، وبعد التقرير هنطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني. استنونا. كل سنه وانتم طيبين. النهارده احنا ان شاء الله هنفطر مع الحاجه زينب. الحاجه زينب عايشه لوحدها، فبرنامج المطبخ قرر ان هو يشاركها النهارده في الفطار ونفطر سوا مع بعض، وحبينا انكم تشاركونا في الفطار ده. هنخش سوا دلوقتي نفطر معاها ونشاركها اليوم ده. كل سنه وانت طيبه. طيبه يا حبيبه قلبي. كل سنه وانت طيبه يا حاجه زينب. بالصحه والسلامه يا حبيبه قلبي. انت قاعده لوحدك؟ اه لوحدي. ولادي اتجوزوا عقبال ولادكم انا اتجوزهم فرخين. بس بيجوا يفطروا اكيد معاكي في رمضان. بيجوا بس بيجيبوا اكلهم بقى. ما بتطبخيش بقى خلاص. ربنا يديكي الصحه. اه والله الحمد لله. الحمد لله. بيجوا طبعا بيجوا. عندي عمرو وعندي مروه وعندي اسلام. ما شاء الله. اه الله يخليك. طب قولي لي حاجه زينب، ايام الحج بقى كنتوا بتقضوا رمضان ازاي؟ ايام الحج جوزي؟ لا ده كان جميل، ايام جميله. لازم عزومات لازم عظيمه دي جت يعني اخواتي على طول بيجوني وهم ياخدوني برضه لازم العزومات. دلوقتي خلاص بقينا كلنا فيش حد. ربنا يديك الصحه. بالتليفونات كفايه ونحمد ربنا على التليفون. اه والله. اه طبعا اكيد. الا اخواتي بقى، في اخوات معايا في البيت دول ربنا يخليهم بقى. حاجه زينب ايه اللي مفتقدينه دلوقتي في رمضان؟ غير الزينه والبهجه، في ايه تاني مفتقدينه؟ اللمه الجميله. بس انا عشان كبرت بقى ولا ايه؟ معرفش انتوا بقى الشباب في لمه ولا ايه؟ لمه العيله ما عادش زي الاول. تالي ما بقاش لا زي الاول. هو الناس مشغوله اكتر بقى. وحتى بقول لك الاطفال كانوا يلعبوا في الشارع، وواحد دلوقتي نادر نادر ما تسمعي يعني صوت الشارع. لا 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 كل ما في بيته في الموبايل وفي التكنولوجيا والحاجات الحديثه دي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي ويعد عليكم بالخير بالصحه والعافيه. انبسطنا النهارده مع الحاجه زينب، فطرنا معاها وهي ما شاء الله عليها زي زينب عجلان. لازم الاسم الحاجه زينب عجلان. ايوه فطرنا معاها. ربنا يديها الصحه يا رب. ربنا يخليكوا ليا يا رب. وان شاء الله بقول لك السنه الجايه تيجوا، بس انا اللي هجيب لكم الاكل ما تتعبوش. انا بس كنت عايزه اقول كل واحد عنده قريبته لوحدها، عنده جارته لوحدها، نفطر مع بعض، نتلم مع بعض في رمضان. رسالتنا في المطبخ بنقول لكم اللمه حلوه وبتحلى في رمضان اكتر. كل سنه وانتم طيبين. غلت ليالي. رجعنا من جديد. ادي الشاورما وادي البورك التركي والبطاطس اللي احنا عملناهم. هنعمل دلوقتي الحلو بتاع النهارده. خلاص حلو بتاع النهارده هعمل بسبوسه، بس بسبوسه غير بتاعه امبارح، مختلفه بين الكيكه شويه والبسبوسه، بس هي بسبوسه مش كيكه بالسميد. وهعملها بالبرتقال، يعني بسبوسه بالبرتقال بطعم برتقال، سواء الشربات بتاعها برتقال والصوص بتاعها او اللي هعجنها بعصير البرتقال والبشر كمان. هحشيها جبنه موتزاريلا وقشطه، وبتبقى حلوه جدا في الاخر، هتعجبكم جدا ان شاء الله. المقادير بقى بتاعتي للبسبوسه نفسها هستعمل 5 كوبايات سميد، 2 كوبايتين جوز هند، 1 كوبايه سكر، معلقه صغيره فانيليا، 2 صغيرين بيكنج باودر، 1 كوبايه عصير برتقال، 1 كوبايه زبده سايحه، 1/2 كوبايه حليب، بشر 1/2 برتقانه، و3 بيضات. من تاني 5 كوبايات سميد، 2 كوبايتين جوز هند، 1 كوباية سكر،
معلقه صغيره فانيليا او 3 اكياس فانيليا لو مفيش الفانيليا او روح الفانيليا عندنا، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، كوبايه عصير برتقال، كوبايه زبده سايحه، نص كوبايه حليب سائل يعني مش لبن بودره يعني لبن سائل، بشر نص برتقانه وثلاث بيضات. الحشوه بتاعتي 250 جرام قشطه وكيس موتزاريلا. كيس الموتزاريلا ده انا بحطه في ميه قبلها يعني نقول مثلا 10 دقائق، 10 دقائق تنقع في ميه وبعد كده بصفيه كويس ما يبقاش فيها اي ميه، لان هي بيبقى فيها نسبه بسيطه جدا من الملح لازم اشيلها، فبنقعها 10 دقائق في ميه وبعد كده بصفيها واعصرها كويس جدا. اهو شايفين معصوره من الميه. الشربات بتاعي كوبايتين عصير برتقال، كوبايه ونص سكر، عصير ليمونه وقشر برتقال. قشر البرتقال ده انت ممكن تعمليه خشن وممكن تعمليه ناعم ما يبانش يبقى مبشور. الخشن لو انت عايزاه يبان على البسبوسه. انا النهارده عشان عامله لها ديكوريشن بتاع رمضان، مش يعني انا هوريكم طبعا الشربات يتعمل ازاي بالقشر، بس انا اللي انا ساقياها عندي ساقياها بقشر برتقال، مش بالحجم ده يعني اصغر من كده اهو مش باين. السؤال هعيده قبل ما ابتدي اشتغل في الوصفه بتاعتي. السؤال بتاعنا عباره عن ايه هو تاريخ او اصل البصاره، يوناني ولا فرعوني ولا تركي؟ بالتالي هو سهل يعني، ويا ريت تتصلوا علشان تفوزوا بالاجهزه الكهربائيه من شركه هانس اللي ان شاء الله بكره هنقول اسم الفائز ويوم السبت هيستلم جايزته. اول حاجه يا اسراء بنحط البرتقال وحاجه الشربات على النار. يا اسراء. الو يا اسراء ازيك؟ الحمد لله. حضرتك اللي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. تغننه انت عندك كام سنه؟ عندي 13. ما شاء الله النهارده كلكم عرايس. ربنا يخليك. قولي لي حياتي عايزه ايه؟ لو سمحت انا عايزه اسال عن طريقه عمل الغريبه. الغريبه؟ اه. بصي بقى احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله الاربع والخميس هنشتغل غريبه والكحك والبيتيفور كل الحاجات دي ان شاء الله الاربع والخميس الجايين، فرجي علينا هتلاقي حاجات حلوه قوي باذن الله ان شاء الله. بدوب السكر في البرتقال. السخونه بتاعت النار هتخلي السكر يدوب، لما بيدوب خالص اروح حاطه عصير الليمون وقشر البرتقال. بس بصوا لازم اهو يدوب كده خالص ما يبقاش فيه سكر علشان احط الليمون. بعد كده اهو حط الليمون وشويه من قشر البرتقال واخليه يغلي. بعد الغليان اوطي عليه واخليه يغلي حوالي 10 دقايق. خلاص دلوقتي هسيبه لغايه لما يغلي، وبعد الغليان ههدي النار واسيبه 10 دقايق. اجي بقى للبسبوسه بتاعتي. هنجيب البيض بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط البيض ادي البيضه الثانيه وادي الثالثه. خلاص امسح ايدي بس مطرح البيض وهحط معاه عصير البرتقال كوبايه، كوبايه الزبده باخد منها شويه صغيرين علشان دهن الوش، والباقي بحطها الزبده بسيحها. انا حطيتها في الميكرويف ثواني، هحط بقى بقيه الحاجات السايله. هحط اللبن، يبقى الزبده السايحه واللبن وعصير البرتقال. هاجي بعد كده السكر. يا احلام هحط السكر. يا احلام يا احلام. افنان افنان. ازيك؟ عايزه اقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قمر. ازيك حبيبه قلبي؟ الحمد لله. وسلمينا على عمو يوسف وست زينب. اوكي من عينيا الاثنين. عينيا الاثنين يا حبيبتي ما شاء الله عليكي. ها قولي لي عايزه ايه؟ انا عايزه في حاجه اسمها الرقاق. اه طيب عايزه منك يعني الطريقه بتاعته. عايزه كريب. عينيا الاثنين من عينيا الاثنين الرقاق والكريب. عينيا يا حبيبتي بصوا كده هي سايله كده ازاي. شوفوا اهي انا حطيت كل السوائل مع بعض ومع البيض. هحط بشر البرتقال، الفانيليا والبيكنج باودر، جوز الهند، واقلبهم.
ممكن تجيب لنا المكسر يا احمد؟ انا هحط الموتزاريلا مع القشطه واديهم تقليبه بسيطه عشان ايه اعرف افردهم بسهوله. واخر حاجه هروح حاطه السميد لا الكبه، بس عايزه اجيب سباتشولا كبيره غير المعلقه اهي عشان اعرف اقلب صح. بعد ما بقلبها كويس الافضل ان انا اسيبها نص ساعه ترتاح علشان السميد ينفش شويه. يا مريم. ايوه مريم. ايوه حبيبي ازيك؟ الحمد لله. عينيا ليكي يا قمر. انا بحبك قوي حبيبه قلبي، ربنا يخليكي ليا يا رب. كل يوم بتفرج عليكي، لما بتيجي بتفرج عليكي كل يوم. ميرسي يا حياتي، ربنا يخليكي ليا. عندك كام سنه يا مريم؟ الو خساره، مريم التليفون وقع، حاولي تكلمينا تاني يا ريت. هحط نص البسبوسه نصها انا حاطه في الصينيه ورق الزبده، الافضل حتى في البسبوسه العاديه انا بريح دماغي علشان الحاجه ما تلزقش واروح حاطه فيها ورقه زبده وخلاص، اضمن ان الحاجه تطلع معايا سليمه ومظبوطه وزي الفل. وبدل ما نقعد بقى ندعك شغلانه شغلانه وساعات الحاجات ما بتبقاش نظيفه وننقعها ونضطر نحط بقى بيكنج صودا عشان الحاجه تطلع، بدل ما نقعد ندعك يعني مثلا صينيه زي دي تبوظ لو انا دعكتها بسلك، بس هطلع اللي فيها لازق ازاي؟ هنقعها طول الليل في ميه دافيه قريبه من السخنه ومعاها بيكنج صودا علشان على الصبح اقدر انضفها من غير ايه؟ ما تبوظ. على فكره البيكنج صودا حتى في الفرن، الناس اللي عندها الفرن بيتوسخ قوي وبيقعدوا فتره ما ينضفوهوش، انا عندي طريقه فظيعه لتنظيف الفرن بيرجع بيبرق. احنا يوم بقى نبقى ايه نقولها ان شاء الله، بس بعد رمضان، لان الدنيا في رمضان الحلقات مفيش وقت خالص لاي حاجه. ادي القشطه والجبنه بسيط كده مع بعض، وبروح حطاهم فوق البسبوسه، وبعد كده بحط بقيه البسبوسه الطبقه الثانيه خلاص. وهوريكم ممكن تجيب لنا يا احمد البسبوسه الخلصانه، لما بتطلع طبعا بنسقيها بالشربات، الشربات دافي وهي طالعه سخنه من الفرن خلاص. طبعا انا بعملها بالراحه علشان الخليط بتاع البسبوسه طري مهريهاش. يا صفاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ طيبه. وانت طيبه حبيبه قلبي، عامله ايه؟ ساتر وربنا. عينيا ليك يا قمر. ربنا يخليك. انا نفسي اعرف طريقه المكرونه بالبشاميل. عينيا الاثنين. وطريقه المهندسيه باللبن علشان انا عايزه اعملها النهارده. من عينيا الاثنين ان شاء الله، باذن الله يا حبيبه قلبي. تسلم. عينيا. تسلم عينيكي. انا ممكن اخد رسمه موبايلك طيب عشان اسلمك في الكنترول. عندي اكلات كتير عايزه اعملها. حاضر عينيا حبيبتي، في الكنترول هيديكوا التليفون. يبقى احنا بصوا علشان الوقت، احنا بنفردها وبعد كده بفرد عليها البسبوسه بقيه البسبوسه وادهنها بالزبده دي وبدخلها الفرن على 180 من فوق وتحت لغايه لما تستوي خلاص. بعد كده اهو بعمل ايه علشان بس الوقت بتاعنا، هنجيب الفاصل. طب مش هبتدي ادوق فيها الاول؟ طب نوريهم بس المسحرات بتاعنا. وبعد كده اهو النهارده انا كمان هستعمل حاجه حلوه قوي،
فاكرين شيت السكر اللي استعملته الاسبوع اللي فات بتاع الخيامية الكبير؟ النهارده انا هستعمل شيتات صغيره بس مش خيامية بقى، انا جايباها على شكل الحاجات بتاعت رمضان. ايوه اهو ادي عم يوسف المزهراتي بتاعنا. انا البسبوسه عملت منها شويه كب كيك، يعني عملت واحده كبيره وشويه حطيتها في قالب الكب كيك، وبعدين علشان بس الفوندنت تقيل الفجر تقيل ومش هينفع احطه في البسبوسه وهي رفيعه قوي كده، فانا حطيت واحده من البسبوسه الكب كيك، حط لها ورق بتاع الخياميه وقلبتها كده اهو علشان اوقفه عليها عشان يديني ارتفاع، يعني ارتفاع دي مع ارتفاع البسبوسه يعمل لي سمك، يعني سمك ان انا اقدر احطه اهو كده اهو. وعملنا بقى الاعلام وعملنا للشيف ادري النور، هو كان سالني الاسبوع اللي فات عن النور، عملنا انوار، عملنا الاعلام تاني وعملنا النور علشان الشيف، انا هخلي العلم نازل شويه ماشي، هنطلع يعني فاصل ونشوف النور بعد ما نرجع من الفاصل، اوعى تروح حته تانيه عشان نكمل بلوس. رجعنا من جديد، عملنا البسبوسه وحطينا عم يوسف عليها، وكان الشيف ادري الاسبوع اللي فات قال لي ما عملتيش نور، فالنهارده انا عملت نور اهي، الانوار كمان اهي علشان ايه ما يزعلش. عملنا الانوار بين عجينه السكر عشان يبقى فيه النور، محدش يزعل مننا، نحط واحد نور تاني بس هما علشان تقال شويه فلازم. ايه رايك يا مجدي؟ الكهارب، هي الكهارب دي اهو، دينا ركبناها، ممكن نركب التانية هشوف بس، المهم في ايوه حطها وراه اهي كده اهو حلو الله يخليك. وادي نحط، طب التانية كهارب دي اسمها ايه بقى؟ زينة. طب يعني في ملهاش اسم تاني، اصل افتكرت في اسم انا معرفوش، زينة رمضان. مفروض الشيف قادر بقى يجي يسلم على عم يوسف. شيف قادر تعالى سلم على عم يوسف يا شيف قادر. انا سامع عم يوسف صحيح صالح جزيت كل عليك السلام، ازيك عامل ايه؟ ده عم يوسف ده حقيقي عم يوسف البسحراتي كان واحنا صغيرين كان اسمه عم يوسف. بس الله اعلم بلاش هو فين، الله يرحمه بقى اكيد. دي البلالين؟ لا دي الانوار الكهارب على راي مجدي. لمض. مجدي بيقول لك كهارب مش لمض، هي الكهارب. كهارب الكهارب ما شاء الله. حطيناها له وعملناها على شكل لمبه بعجينه السكر جميله علشان يبقى ايه رمضان. عايزه الزق بقى هنا اهو، بس احمد بيعمل لي الكريم شانتيه، هلزق الاستيكرات بتاعت شريهان بقى ونيلي وبوجي وطمطم حاجه رمضان، هحطه قدامه شويه وهحط على الكب كيك. انت عامله طابلوه حلو كده يعني بشكل في الاخر. جميل والله. هي البسبوسه دي محشيه جبنه موتزاريلا وقشطه. وقلنا بقى نزوقها حاجه جديده بس وعلشان كمان نفرح الاولاد، انت عارف بيحبوا قوي الحاجات دي الاشكال. والعيد داخل بقى، العيد داخل. بالظبط، ما احنا عاملين حاجات حلوه العيد برضو ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هنعمل. بس هنحط دلوقتي بصوا كمان انا عامله شويه في الكب كيك، يعني عامله البسبوسه في قوالب الكب كيك وحاطه لها الورقه بتاعت رمضان عشان برضو هحط عليها عجينه السكر اهي، دي البسبوسه هحط عليها عجينه السكر اللي هي حاجه رمضان علشان ايه نعمل ده ونعمل ده. دي بسبوسه كب. بسبوسه كب. بحسبها والله كب. لا 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 دي بسبوسه هي نفس نفس دي. أيوة وبرده محشيه برده، انا عاملاها محشيه هي بس حطينا لها بعد ما رضيتش احط لها الورقه بتاعت رمضان من جوه عشان لونها مش هيبقى حلو، فبعد ما طلعتها لا قدر الله لوحده علشان تبقى ايه الزينه بتاعت رمضان باينه تدي شكل حلو ديكوريشن حلو. احنا قلنا لهم يا شيف قادر ان احنا هنعمل بعد كده ان شاء الله حلقات للحفلات، نعلمهم ازاي يعملوا حفله وعيد ميلاد لو في حفله في البيت. ايوه بدل ما يشتروا من بره. بالظبط، يعني هبتدي ان شاء الله حتى لو كل شهر واحده. ميرسي يا احمد تسلم ايديك. حتى الحاجات الصغننه، لعلمك دلوقتي ما بقاش موضه الترط، هتبقى تشوف بقى الحاجات اللي بنعملها. دي نيلي، انا بحب نيلي جدا. ده بوجي؟ ايوه بوجي. بالظبط. في طمطم طيب؟ اهي طمطم اهي. ادي طمطم يا سيدي، ولا تزعل يا مجد. ادي طمطم.
ايوه عشان مدام هلا فاخر. ادي وفي فطوطه. ده سمير غانم حبيبي كمان. طب ده مين ده؟ شكشك. واو عم فؤاد، انا كنت بموت في عم فؤاد. ده مش شكشك صح؟ ايوه. ده ماليش فيه. بس بصوا احنا ممكن نعمل باقي على الكب كيك علشان كده كفايه عليها دي. الكب كيك بقى ايه نحط عليها؟ نحط شويه كريم شانتيه. فكره حلوه وجميله و بتدي بهجه كده في رمضان. جميله يعني حتى لو الحاجه هي اجيبوكي يعني الحاجه هي ما غيرناش فيها، بس نديها شويه شكل حلو صح يحليها. وادي لو عايزين خياميه بتاعت رمضان مفيش مشكله، ادي الخياميه. وادي عم شكشك ده طمطم. لا طمطم عايزين عم فؤاد. ايوه عم فؤاد عشان انا بحب عم فؤاد. عم فؤاد احط لك بقى انت وزها. ده عم فؤاد وفي شريهان اهي، في طمطم. حط طمطم حبيبي الجماهير. حط ايوه طمطم. انا بموت في عم فؤاد الله يرحمه بصراحه. ده مين؟ بكار. ده بكار. رشيده فين؟ لا مفيش رشيده. للاسف مفيش رشيده. هنحط هنا الخياميه واحده كمان. ايوه احنا كده فاضل لنا اثنين، عايزين اثنين. ميرسي يا احمد. ادي سمير غانم وعم فؤاد تاني اهو هنا. ده جميله فطوطه. طب بقى معلش سؤال بس صغنن كده، هو حضرتك درست الكلام ده؟ انت خريجه تجاره. لا انا ما درستش في الاول يعني. بص اقول لك حاجه، انا الاول سؤال حلو عن مجدي. مش كده عن مجدي؟ ايه كده عن مجدي؟ انا طول عمري بحب اطبخ. يعني انت بتحبي الطبخ؟ بحب المطبخ، بموت في المطبخ وانا في ثانوي وانا صغيره على طول بطبخ. ان شاء الله. بعدين لا دخلت بقى كليه عاديه، ما كانش في مصر زمان انك تخش حاجه متخصصه في حاجه زي كده. ما كانش في غير تدريب منزلي، وكان عيب ان انا كنت تدريب منزلي بقى وفضيحه وياي. ما كانش في سياحه بقى والكلام ده. فنادي. لما سافرت مع ابني امريكا هو كان بيدرس هناك، اخذت اول حاجه اخذتها تغذيه نيوتريشن عشان اساعد ماجد في العياده. قلت بقى ايه بعد كده بيدفع طيب ولا ايه؟ بيدفع ولا لا؟ لا هو بيدفع حاجات تانية كتير. حرام لازم تدفع يا دكتور، لازم تدفع. هو غلبان ده. حاجة رمضان دي كفاية عليها. ربنا يخليهولك. الله يخليك. بس فدرست الأول نيوتريشن تغذية، بعد كده قلت ايه؟ طيب ما احنا لسه قدامنا وقت، ما اخد برضه شهادة في الطبخ كوك. فاخدت شهادة من هناك من مانشستر في أمريكا. أنا ليه سألت السؤال دوت؟ دايما انا حتى وانا متابع ايام كنت في السعوديه بتابع حضرتك يعني دايما بتتكلمي في الحاجه علم يعني عشان درس. فدي نقطه مهمه قوي. بعدين مرات الدكتور نص دكتور اكيد من طبعا. غير حاجه اصلا مرات الدكتور أكيد نص أكيد دكتور أكيد. لا فما شاء الله عليك يعني معلومات فظيعه يعني طول النهار هو بيتكلم على عيانين. صح ما شاء الله عليكي وتسلمي ايدك. الله يخليك.